تفزت بنهايات اكثر من صلاح. حازم طق معهم يا عيال. على وين حط لي ذا؟ دقيقة اللاعب مو موجود. ابراهيموفيتش حطيني يا ربي. اي انا وين؟ انت وين؟ انا ابراهيموفيتش. اي لا ما نستخدم لاعب هنا. وانا اقول ايش فيه وين اول؟ اللي يتحكم بلاعبي. من لاعبي؟ لاعبي وين عيال؟ انا سامي. انا زومبي دقيقة خلنا افهم من صار لي كلنا تغير حالك انت نفسك. انا نواف. نواف انا انا شفت لاعب سامي. انا بدري اهم شيء خمسة مباراة بس. طيب واحد مباراة يا عيال كل واحد مركزه. يلا 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 عطني لايك. بعد بعد خذ يا عيال حطي العلامة على اللاعب بدر انه لاعبي النجمة. ايوه ايوه لا لا شامل مركزك تكفى. يا بطني انا مش مركز. الله يقلع سمي سامي حسب الظهير بدر. اي الظهير هذا مين؟ لا 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 بدر ولا بدر يا عيال والله انه بدر. يا طلع يجي بدر اخذ لاعبي يا حمير. طيب ليش يلعب ظهير؟ لانه هو ظهير لاعب نفسه يا ربي. طيب لعب بدر وين؟ لعب بدر وين؟ الله يقلع. هذا من هو؟ نواف. نهائي نهائي. نواف 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 باتشوف سوى مهارة. جلست ادور نفسي انا بالتشكيله شفت كسيره برا بدل لقيت لا انت سطحاق وحش سامي وحش. لحظه اما عاد طلعوه. اي والله صح عشان انا حط ظهير الظاهر ولا اي انا حطيت ظهير وبعصت كل شيء. شو تفاد تكفى اطلاقي يا عمري وحش. الاحصائيات الحين تروح